بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. الرجل المئة مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغاندي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فيه المطمع وإليه المفزع وبين يديه المآب والمرجع، ذلت له رقاب الخلائق أجمع، فهو يعطي ويمنع، يفرق ويجمع، يخفض ويرفع، يصل ويقطع، يضر وينفع، يجلب ويدفع، يعز ويضع، فالكل لعظمته يذل ويخضع، ويستكين ويخنع، ويسجد ويركع. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو لها يرى ويسمع. تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأزهار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أشجار. والصلاة والسلام على خليل الحق وسيد الخلق. والصلاة والسلام على خليل الحق وسيد الخلق شفيع الخلائق يومه للمطلع، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى وبمنهاجه اهتدى ولسنته جمع ووعى ونشر ودعا وبذل وسعى وزاد ورعى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتيتك سائلاً فارحم عنائي، فعندك يا كريم دواء دائي، فلا أحد سواك إليه أشكو، فيرحم عبرتي ويرى بكائي. رأيت كثير ما أهدي قليلاً لمثلك، فاقتصرت على الثناء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يكفيك عن كل مدح المدح قائله، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أعلى منك منزلة في الحب، حاشا إلهي باري النسم. فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. أما بعد، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء. يا طالبي علم النبي محمد، وبارك وأنعم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، وأبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. من يا ترى الرجل المئة، واقع أم خيال؟ حقيقة أو صورة؟ أمنية نحلم بها أم شاهد شاخص نسعد به؟ إنه أنت، نعم أنت، يا من يسمع كلامي من لساني. ببذلك وعطائك، بعلمك وعملك، بقولك وفعلك، بمظهرك ومخبرك، بماضيك ومستقبلك، إني لأحتسب على الله تعالى أن تكون أنت الرجل المئة. وهذه الرسالة هدية أخيك إليك، دليل حبه لك وخوفه عليك، فاقبلها على علاتها، وغض الطرف عنها فواتها، وتجاوز بحلمك عن زلاتها. جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. فعذرا على التقصير، فالبضاعة مزجاة، والجراب خالي الإهاب، والصيد قليل في جوف الفرا. وربك ليس إمساكي لبخلي، ولكن لا يفي بالخرج دخلي، وفي نفس السماحة غير أني
على قدر الكساء مددت رجلي، فمن ذلكم الرجل المئة الذي تتشوف له الأبصار وتترقبه الأنظار وتتلهف إليه القلوب وتحن إليه الضمائر؟ الرجل المئة يا أيها الأحبة من تطيب المجالس بذكره، وتهتف الألسن بشكره، وترتفع الأكف والأيدي للمعيد المبدي بالدعاء له والثناء عليه. فهو مبارك، مبارك الفكرة، ومبارك الخطوة، ومبارك الكلمة، ومبارك الزمن والوقت، ومبارك الفعل والعمل. مبارك أينما كان، في كل مكان، في كل زمان، كالريحانة يعبق بشذاه لكل من يهواه. يعيش لغيره قد غفل عن ذاته وتنكر لحظوظ نفسه، فعاش للناس يرعاهم ويعتني بهم، يعطف عليهم ويتلطف معهم، ويعطيهم ويبذل لهم. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، وكم من صريع للهوى أيقظه من سكرته وهداه، وكم من فقير أغناه، وكم من محزون واساه، وكم من محروم أعطاه، وكم من يتيم رعاه، وكم من مريض شافاه بإذن الله. فما أجمل أثره على الناس، وأقبح أثر الناس عليه، ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. همته عالية وعزيمته ماضية، فهو لا يرضى بالدون، ولا يقبل أن يكون في ذيل القافلة، ولا في آخر الركب، ولا غرب، فإن الأسود لا تقع على الجيف ولا تأكل البايت. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الرجل المئة يعيش بين الناس كبيرا، ويموت يوم يموت كبيرا، وسيبعث إن شاء الله كبيرا وعظيما. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. الرجل المئة لا يشبع من خير حتى يكون مورده الجنة، ولا يسأم من بذل المعروف لمن يستحقه، ولا يفتر عن تقديم الإحسان طمعاً في الدرجات العلا والمقام الأسمى يوم العرض الأكبر على الله عز وجل. فهو يضرب بسهمه في كل مجال، ويمضي بفرسه في كل ميدان، فإنه ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن الخافقات لها سكون، وإذا ولدت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. الرجل المئة وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. الرجل المئة عبد لله، جمع شمل قلبه وشتات نفسه، فأقبل على خالقه بكليته، استسلم لأمر الله وانقاد له، وخضع لمولاه وأذعن لمراده. إن سمع أمرا لله قال بلسان الحال والمقال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا تراه إلا مبادرا إليه، مقبلا عليه، مستمسكا به. وإن سمع نهيا لله من نواهي الله كان أبعد ما يكون عنه وأقصى ما يمكن منه، مقدما أمر الله على أمر نفسه وهواه، ومؤثرا طاعة الله على ملذات النفس وشهواتها ومتع الروح ونزواتها. أقبل على نفسه فزكاها
وبأمر الله رباها، فنهاها عما تهواه من معصية خالقه ومولاه. فإذا ما ركنت لدنيا فانية، أو طمعت في نزوة زائلة أو لذة عاجلة، أنذرها يوم التلاقي، وتوعدها يوم الحسرة والندامة، وخوفها مغبة تفريطها في يوم القيامة. اشتاق إلى الجنة فسارع في الخيرات، وأشفق من النار فالتهى بها عن الشهوات، وترقب الموت وترفع عن اللذات، وزهد في الدنيا فهانت عليه المصيبات. احتاج الناس إلى علمه وفضله ودينه، واستغنى هو عن دنياهم، فالناس في شغل بأنفسهم وأموالهم وأزواجهم وحياتهم، وهو في شغل بربه وخالقه. كيف السبيل إلى رضاه وإدراك محبته والقرب منه؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فإذا ما اشتغل الناس بعيوب غيرهم، اشتغل هو بعيب نفسه، فأقبل على نفسه مراقبا ومحاسبا ومؤدبا ومهذبا. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وإذا بنوا الدرى وتنافسوا في القصور، بنى بالعمل الصالح قبره، واستعد ليوم بعثه ونشره، وتزود من الباقيات الصالحات ليوم قيامته وحشره. ما زال يلهج بالرحيل وذكره، حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فتراه قد خرج بقلبه من الدنيا قبل أن يخرج بروحه وبدنه منها. وإذا زين الناس ظواهرهم زين باطنه ونقاه، وإذا زخرف الناس قوالبهم اهتم هو بقلبه فطهره وزكاه. وإن كان هم الناس دنياهم، فمن أجلها أحبوا وأبغضوا، قربوا وأبعدوا، كان همه الأكبر وشغله الأكثر الذي خالط ليله ونهاره، سره وجهاره، دينه العظيم الذي خلق من أجله، فاستشعر واجبه نحوه وتعرف على دوره فيه. وربك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. أوصافه: الرجل المئة مفتاح خير، ودلال معروف، وسفير هداية، ورسول صلاح. الرجل المئة مغلاق شر، ودافع بلاء، ومانع نقمة، وصمام أمان من غضب الرحمن سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الرجل المئة سليم القلب، طيب النفس، سهل المعاملة، لين الجانب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ على كل هين لين قريب سهل. الرجل المئة لا يحمل في قلبه حقدا، ولا في نفسه حسدا، وتلك التي لا تطاق، فهو مخموم القلب، تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الرجل المئة يحب الخير للغير كنفسه، ويكره لهم الشر كما يبغضه على نفسه. استمع إلى طبيب القلوب
وخليل علام الغيوب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الرجل المئة، الخشوع لباسه، والورع زينته، والخشية حليته، والذكر كلامه، والفكر صمته، والتواضع سمته، والكرم عنوانه، والعطاء ميدانه. فلله ذره ما أكثر خيره وما أكبر بره. خل إذا جئته يوما لتسأله، إعطاء ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. الرجل المئة يبذل المعروف وينساه، ويستعظمه من غيره، ويستصغره إن هو أولاه وأسداه. فإذا ما وقع في التقصير ولو بشيء حقير، أسهر ليله ونهاره أغماه، وتلوع قلبه وأغناه. زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور صغير، تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور خطير. الرجل المئة يجود دون حدود، ويمنح دون قيود، ويبذل دون أن يبخل، ويعطي وكأنما يأخذ. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله. كريم إذا ما جئت للعرف طالبا، حباك بما تحنو عليه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف، والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. الرجل المئة أوقد نار كرمه ليستضيء بها السائرون فيقدمون، وفتح دار هباته فإذا بالسالكين ينيخون فيغنمون، وبسط يده بأعطياته فمنه يأخذون وله يشكرون. ولا عيب ولا عيب في أخلاقه غير أنها فرائد در ما لها من مناظر، يقر لها بالفضل كل منازع إذا قيل يوم الجمع هل من مفاخر. الرجل المئة لا يسأل أين موقعه، فذلك مما لا يهمه في شيء، فإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإنما يتساءل: ما دوري؟ وماذا يمكنني أن أقدم؟ فهو مع الناس يعيش معهم ويحيا لهم. فالرجل المئة يجوع عندما الناس يشبعون. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فقلنا برد واحد: والله ما معنا إلا الماء. أقول يا عباد الله: لا إله إلا الله، رسول الله، خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخير النساء لا يجدون عشاء إلا الماء، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء. فقال صلى الله عليه وسلم لصحابته: من يضم أو يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصلحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصلحت سراجها، ونومت صبيانها رضي الله عنها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب، فجعل يريانه أنهما يأكلان ولا يأكلان، يحدثان أصوات الأكل والطعام وهما لا يأكلان، فلو أكل لانتهى الطعام قبل أن يشبع ذلك الضيف الكريم.
فلما أصبح باتا طاويين رضي الله عنهما، فغدا رسول فغدا ذلك الصحابي الكريم بذلك الضيف العزيز إلى النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وحال ما رآه ضحك حتى بدت نواجذه، وقال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة، ضحك الله أو عجب الله من فعيلكما بصاحبكما الليلة. فأنزل الله شهادة من الدرجة الأولى لأبي طلحة وزوجته ومن على شاكلتهما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه ولعله أحوج إليه ممن يتصدق عليه. فتبارك الله، فتبارك الله كيف صعدت هذه الهمم بالعظماء إلى القمم. وأفٍ لنفوس لا تأخذ من مثل هذا الدروس. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر إلى بيته جائعاً، وقد كان يتعاهد إبل الصدقة في الهاجرة، فيأكل تمرة رضي الله عنه ويشرب عليها شيئاً من الماء، ثم يمسح على بطنه رضي الله عنه ويقول: ويح ثم ويح، ويح لمن أدخله بطنه النار. وعجبا، يأكل تمرة واحدة وتحت يده أموال الدنيا تجبى إليه من المشارق والمغارب، ثم يخشى على بطنه من النار، ويخطب على يوم الجمعة فيقرقر بطنه من الجوع في عام الرمادة، فيخاطب بطنه الجائع ويقول: قرقر أو لا تقرقر، والذي نفس عمر بيده لا تشبع من طعام حتى يشبع منه صبية المسلمين. وكان عثمان رضي الله عنه يصنع الطعام للناس، يصنع لهم طعام الأمراء، فيدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت رضي الله عنه. أرأيتم كيف تكون التضحية؟ أرأيتم كيف يكون البذل والعطاء؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيعا. والرجل المئة يعطش إذا الناس يرتوون. عن أبي جهل بن حذيفة قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء، فقلت: إن كان به رمق من حياة سقيته من هذا الماء ومسحت به على وجهه، فوجدته فإذا به ينشغ فقلت له: أأسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا رجل يقول بجواره: آه آه، فأشار ابن عمي: انطلق بهذا الماء إليه. فإذا به هشام بن العاص أخو عمرو رضي الله عنه، فأتيته فقلت له: أأسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه آه، فأشار هشام: انطلق به إليه. فجئته فإذا به قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا به قد مات، ثم أتيت ابن عمي فإذا به قد مات. فرضي الله عنهم ورزقنا الاتساء بهم. الرجل المئة يبتذ إذا الناس يكتسون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ببردة، فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، فخرج علينا فيها وإنها لإزاره، فجاء رجل فلان بن فلان فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، اكسنيها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما دخل طواها صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إليه، فقال له القوم معاتبون:
والله ما أحسنت، كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني عند موتي، فكانت كذلك وكفن فيها رضي الله عنه. الرجل المئة يتعب وينصب عندما الناس يرتاحون، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه يوما طلحة رضي الله عنه بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ فقالت: هذا رجل من المسلمين لا أعرفه، يأتيني منذ كذا وكذا يتعاهدني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتتبع؟ الرجل المئة يا أيها الأحبة يعرف بليله إذا الناس ينامون. بكى الباكون للرحمن ليلا، وباتوا دموعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن، متى عليها يسجدون. قال جعفر بن زيد العبدي: خرجنا في غزوة إلى كابل، وفي الجيش صلة بن أشيم رحمه الله تعالى، قال: فترك الناس عند العتمة أي العشاء، فقلت: والله لأرمقن عمله، فأنظر ما يذكر الناس من عبادته وصلاحه وصلاته. فصلى العشاء صلة بن أشيم، ثم اضطجع في فراشه، فالتمس غفلة الناس عنه، ومكث في فراشه حتى هدأت عنه العيون، ثم قام وتسلل من فراشه، ودخل غيظة أي موضعا به شجر كثيف قريبة منا، ودخلت في إثره، فتوضأ أحسن ما يكون الوضوء، ثم قام يصلي، فافتتح الصلاة فإذا بأسد عظيم يدنو منه، فصعدت من الخوف إلى شجرة عالية وقلت: الآن الآن يفترسه. وجلس الأسد بجواره وهو قائم يصلي، لم ينصرف منها ولم يقطعها، حتى إذا انتهى منها التفت صلة بن أشيم إلى الأسد وقال: يا أيها السبع، يا أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. فولى الأسد وإن له زئيرا مرعبا تكاد تصدع الجبال منه، وعاد صلة بن أشيم إلى صلاته وكأن شيئا لم يكن، حتى إذا اقترب الفجر تسلل من فراشه فأصبح وكان كأنما بات على الحشايا. الرجل المئة يا أيها الأحبة يحلم على الناس عندما يتجبرون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جبة شديدة، فقال أنس: فنظرت إلى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة الجبذة، ثم قال ذلك الرجل: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت الرحمة المهداة والنعمة المجزاة صلى الله عليه وسلم وضحك في وجه الرجل، ثم أمر له بعطاء: ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني، يجني الخليل فأستحلي جنايته، فأين حتى أدل على عفوي وإحساني، إذا خليلي لم تكثر إساءته فأين موضع إحساني وغفراني، يجني علي وأحن صافحا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. كان أحد الصالحين يمضي بسيارته ومركبته في طريق عام، فإذا بشاب متهور يسير بسرعة عالية بمركبته الفارهة الجميلة، فلم يملك زمامها، فارتطمت بقوة وشدة وعنف بمركبة
ذلك الرجل الصالح الناصح. فأقبل الشاب يتأسف مما فعل ويعتذر عما صنع ويطلب العفو ويسأل السماح والصفح. فقال له ذلك الداعية ذلك الرجل المئة: إني أسامحك بشرط واحد، إن وافقتني عليه وأجبتني إليه فامضي راشدا. فقال ذلك الشاب له: وما هو ذلك الشرط؟ قال له: ألا تترك الصلاة في المسجد أبدا. قال له ذلك الشاب وهو في أشد حالات العجب: كنت أتوقع أن تسألني مالا أو متاعا أو عوضا. فقال له ذلك الداعية: لقد سألتك ما هو خير وأبقى وأعظم وأكرم. فقال ذلك الشاب في لوعة وأسف: والله إني لأعترف إليك وأقر بين يديك أني لم أكن أركع لله تعالى ركعة أو أسجد له سجدة، وإني لأعاهد الله عز وجل ثم أعاهدك أن أصلي لله رب العالمين مع الراكعين الساجدين. فلله درك ما أروعك وأعظمك وأبدعك أيها الرجل المئة. الرجل المئة يا أيها الأحبة ينصف الناس من نفسه إذا الناس يطلبون. فعن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية وهو خارج من الصف فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح فقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني والذي بعثك بالحق والعدل، فأقدني منك يا رسول الله، أي أني أريد أن أقتص منك على ما طعنتني في بطني. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. قال: فجعل سواد يعتنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله في بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك وبشري بشرك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. الرجل المئة ودعوته. الرجل المئة نور يستضاء بنوره، ومنار يتعرف به من يخوضون اللجج على شواطئ النجاة ومرافي الأمان، يضيء للناس طريقهم إلى ربهم، ويوقظ جذوة الإيمان في صدورهم، ويذكرهم بما هم قادمون عليه ومقبلون عليه من أمر جليل وخطب عظيم وأهوال عظيمة ومصاعب جسيمة في سفرهم إلى الله عز وجل. الرجل المئة يطبع الكتب النافعة وينسخ الأشرطة المؤثرة ليتم توزيعها على المقاهي والملاهي والمستوصفات والمستشفيات والبنوك والسجون وصوالين الحلاقة وكبائن الهاتف ومواقف السيارات والمدارس والمصانع والمجالس والجوامع. فكم من ناس تذكر وساه تدبر، وكم من جاهل تعلم وعاص تندم، وكم من ضال اهتدى وغاو اعتدل. والفضل كل الفضل لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ثم لذلك الداعية الصامت والناصح الساكت، وحسبه والله حسيبه هذه الغنيمة الباردة والجائزة الجاهزة. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجره شيئا. الرجل المئة يعيش هم الدعوة إلى الله عز وجل في كل حال، ويحرص على الأجور المتعدية، فالعمر وقف لله ليس للنفس منها حظ ولا نصيب، والدعوة لا تعيش على فضول الأوقات والجهود. سمعت عن رجل عين معلما في بادية من البوادي، واستمعوا أيها الأحبة
إلى هذا الخبر الشائق، فعين ذلك الرجل وذلك المعلم في صحراء قاحلة وسهول موحشة وجبال مقفرة وأودية جدباء، لم يتوانى كما فعل البعض، ولم يكن ليتقاعس كما صنع الغير، بل أدرك أنه في رحلة عمل، ودخل مضمار التسابق على بذل الخير وفعل المعروف. يبصر طلابه يأتون كل صباح بمركباتهم المتهالكة، يأخذون من علمه وينهلون من خلقه، وما هي إلا لحظات وكأن شيئا لم يكن. فالصحراء تبتلعهم بعد لحظات من نهاية الدوام كما تلدهم عند بزوغ الصباح، ليظل في مدرسته مع نفر قليل ممن هم على شاكلته من المعلمين الذين أخذوا يندبون حظهم ويتحسرون على ماضيهم السعيد. استشعر الداء ثم شرع في الدواء، بنى مسجدا صغيرا بجوار مدرسته بمساعدة بعض الصالحين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ثم أقبل على الأغنياء يلتمس منهم العطاء لأولئك الفقراء، فأصبح يعول الأسر ويغني بفضل الله من افتقر، يطعم الجائع ويكسي العريان ويرشد التائه الحيران، وينقل بمركبته من مسهم السقم وأمضهم المرض إلى حيث يلتمس لهم العلاج. أحبه الناس من أعماقهم وتعلقوا به كتعلق الغريق بمن ينقذه، والقلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها وأغدق بفضله عليها. حفر لهم بئرا بجوار مدرسته ومسجده، فشرب الناس ماء نميرا بعد إذ كانوا يتجرعون ماء مالحا أجاجا. والحادي ينادي وهو الرسول الهادي صلى الله عليه وسلم فيقول: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. فأخذ البدو الرحل يستوطنون بجوار دار العلم ودار العبادة، فإذا بالبيوت تبنى والمنازل تشيد، وإذا بالناس يقبلون على حلقات العلم والقرآن التي كان يعقدها في مسجده. حقا وصدقا لقد كان مشعل هداية وشمعة ضياء، هداية وهدية، منحة وعطية، دعوة ودعاء، فتمكن من سويداء القلوب ليغرس فيها العلم والنور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. جاء بزوجته المرفهة التي أشربت بحضارة التقاعس والخمول، استشعرت معه الحاجة فوافقت دون لجاجة، توحد الهدف واتحد الطريق، فانسلخت من جلدها القديم لتمضي مباركة الخطى بين نساء تلك البادية اللاتي استقبلنها كالأرض الجدباء لأعظم ماء. أقبلت تعلمهن الصلاة والتلاوة وتعقد لهن الدروس والمواعظ، فغدت أمة من الإماء وحدها، فيا لله ما أسعدها. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سنة كاملة مضت كومق البر، كانت كفيلة بأن تحيل ذلك الظلام الحالك في تلك البادية إلى نور تضيء له تلك المسالك، لينيخ حوله العابد والناسك. وجاء القرار في نهاية العام بنقل ذلك المعلم إلى مدينته التي ألف، ورجوعه إلى مسكنه الذي اعتاد. فجعل يخاطب نفسه وأقبل يحاسب روحه: لقد غرست بذور الخير في هذه الأرض، أرض الخير، فلماذا أرحل عنها قبل أن أراها يانعة فارعة تسر الناظرين؟
إنني برحيلي عن هذا المكان أفقد هذا الخير وأحرم هذا العطاء، وسيأتي بعدي غيري، فإن كان قليل الهمة فاتر العزيمة لا هدف له ولا غاية، فبذر الخير التي زرعت أخشى عليها من العطب، فالزرع إن لم يسقى هلك، وإن جاء بعدي داعية مبارك فسيغنم هذا الخير دوني، فسيغنم هذا الخير دوني، وسيدرك هذه الأجور التي أنا بأمس الحاجة إليها وأشد الفاقة لها، فليس والله هو بأحق مني بالأجر والثواب من رب الأرباب، والله والله إن هؤلاء الناس ليسوا في حاجة لي كما أنا في حاجة إليهم. أخذ يبكت نفسه التي ركنت للراحة والدعة والخمول، ويحاسبها على طلبها الكسل والسكون بعد أن رأى إقبال الناس وتقبلهم وحبهم للخير، فمضى إلى مرجعه الرسمي يطالب بالعدول عن النقل الذي سأل، ليستمر في تربية من يمسك بعده بخطام الراحلة ليقود القافلة. رجع ليربي شباب تلك البادية على أن يكونوا سفراء خير ورسل هداية ورجال عمل وصناع حياة، وقد كان ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. الرجل المئة ومشاركة الناس في حياتهم. الرجل المئة يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم، أنسهم وبأسهم، ألمهم وأملهم، عسرهم ويسرهم، رغبتهم ورهبتهم، فهو معهم ومنهم ولهم. فكلما سمع ببشير السعادة يهتف عند أحد أقبل كالأمل، يبارك ويشارك، يدعو لهم ويجيب دعوتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه. وتأملوا حال الأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. الرجل المئة يساعد بالرأي والمشورة، فهو الناصح الأمين والمستشار الصادق. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكما أنه يشاركهم أفراحهم فهو كذلك يشاركهم أتراحهم، ويشاطرهم آلامهم، ويقاسمهم أحزانهم وحرمانهم. فإذا ما مات من المسلمين أحدهم وجدته بينهم وأبصرته كأحدهم، همه همهم، حزنه حزنهم، وجدوه عندما احتاجوه كالفرج بعد الشدة واليسر خلف العسر والسعة عقب الضيق، فتراه حين تراه يصبرهم ويعزيهم ويسليهم في مصيبتهم، ويذكرهم بالأجر والمثوبة من الله تعالى لمن صبر على البلاء ورضي عن الله وقدره حين البأساء والضراء. قال صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما يحبر؟ قال: يغبط. ثم تبصره يغسل ميتهم غسلا موافقا للسنة ويكفنه كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. ثم تلمحه يسارع في حمل الجنازة والصلاة عليها طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى بذلك الميت الذي أبلس من العمل، فكان أفقر ما يكون لرحمة رب الكون سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
ثم ترمقه يحفر القبر لذلك الميت وصندوق العمل الذي سيوارى بين أطباقه. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى قيام الساعة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. لقد علمت يا أيها الأحبة عن رجل في زماننا هذا كان متعهدا بإحضار لبنات اللحود في قبور بقيع الغرقد بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان رحمه الله تعالى إذا جاء باللبنات غالط من يستلمها منه في العد والحساب، فربما جاء بأضعاف ما طلب منه وألزم به، فإذا قيل له: لقد جلبت من اللبنات أكثر مما سئلت، فيقول لهم وهو يداعبهم: أنتم لا تعرفون الحساب أيها الكتاب. وعندما واجهوه بما وجدوه منه قال: اكتموا علي الخبر فلا تفضحوني بين البشر، فذلك سر بيني وبين مولاي فلا يعرفه أحد سواي. أقول: وكذلك الرجل الناصح يكتم عمله الصالح كمن يخشى على نفسه من الفضائح. ثم أقبل ذلك الرجل 100 على أهل الميت يتفقد أحوالهم ويتلمس حاجتهم ويرعى صغارهم ويرحم كبارهم ويكفل أيتامهم ويعتني بأراملهم، فما أجمل أن تلقم أفواههم عطيته وتلقف آذانهم دعوته. الرجل 100 ومنافع الخلق. الرجل 100 يزور المستشفيات ودور النقاهة ومراكز الإعاقة، يتفقد أحوالهم ويحل مشاكلهم ويدخل السرور عليهم ويؤنس وحدتهم ويسر عن محزومهم ويفرج عن مغمومهم، فربما وجد من هجره أهله وتركوه وغاب عنه أصحابه وقلوه، فهو يصارع الآلام لوحده ويقاوم الأسقام بمفرده، فتباً للقلوب القاسية وسحقاً للنفوس الحاقدة الجاحدة وبعداً للقلوب المريضة بداء النكران والهجران لمن هم أهل للإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. ابتسامته الراضية عنوان صفاء قلبه وطهارة نفسه، وهديته الغالية علامة وفائه لهم ومحبته لأبناء أمته، وكلمته الطيبة توقظ في قلوبهم جذوة الصبر الخامدة تحت ركام الغفلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. الرجل 100 يعين الرفيق على وعثاء الطريق، فإذا ما رأى مركبة قد قعدت بأصحابها وتعطلت على أربابها كان لهم رحمة مرسلة ونعمة منزلة ومنة هاطلة، حدد الأعطاب وأصلح الخراب، وكان عونا لهم في حال ضيقهم وشدتهم، ومضى في طريقه لا يعرفون اسمه ولا يدرون بجنسه، لكن الله يعرفه، وحسبه أن الله حسيبه ورقيبه. فلا تسل عن الدعوات المباركات كيف تخترق الأفق لتصعد للسماء ممن كانوا في ضيق الطريق فأنقذهم الله به، فلا تسل عن حبهم له وتقديرهم لعمله وتعظيمهم لفعله، فيا لكلمته ما أشد وقعها في قلوبهم لعظيم منته عليهم، ويا لنصيحته ما أمضاها في الوصول إلى عقولهم لكريم شمائله معهم. كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. الرجل 100 والشباب. الرجل 100
يرى بعض شباب الإسلام قد زلت بهم الأقدام، فأصبح يرى المجد في رنة نغم أو ركلة قدم أو شطحة قلم أو هزة جسم، ومضى بعضهم ينسلخ من دينه ويتجرد عن دثار التقوى ليلبس ما يزري به من ملبوسات أعدائه، فتراه يحاكيهم في حركاتهم ويشابههم في ملابسهم ويشاكلهم في ترهاتهم وسخافاتهم، فله مثل السوء كالذباب لا يسقط إلا على الخراب، فتبًا لقلوب لا تعي وقلوب لا ترعوي. فمضى الرجل المئة يتحسس الداء الدفين بهم والكيد المتين عليهم والغزو اللعين ضدهم، فاستشعر عظم المسؤولية الملقاة على أكتاف المصلحين والأمانة المعلقة بذمم الدعاة المخلصين، فنزل بكل همة عالية وعزيمة ماضية وثابة إلى ميادين الشباب لينتشلهم مما هم فيه من أسن السيئات وقحط الخطيئات، فهم غرقى وهو منقذهم بإذن الله، وهم مرضى وهو طبيبهم بحول الله، وهم غفلى وهو نذيرهم بين يدي عذاب الله، وهم سكر بالشهوة والغفلة وهو موقظهم مما يحاط بهم من مهلكات ويحاك ضدهم من مؤتمرات ومؤامرات. قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. فتراه يزورهم في منتدياتهم وأماكن تجمعهم فيسحرهم ببيانه ويمتلكهم بدماثة خلقه وطيب معشره ولين جانبه، ويغرس محبته في قلوبهم بابتسامته الصافية ولمسته الحانية، ويمتطي صهوات قلوبهم بهديته الغالية، فمرة بشريط مفيد وأخرى بكتاب جديد، وكرة أخرى بمنشور مؤثر، وتارة ثانية يقيم لهم مركزا يربيهم فيه على طاعة الله تبارك وتعالى، فيعلمهم ما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم، وتارة ثالثة يأخذهم في رحلة برية أو بحرية، فيرى الشباب من سمته ومعاملته ما يحل لهم أزمة القدوة التي يفتقدون، فلكأنه قرآنا يمشي على الأرض ومنارا يسترشد به السائرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رأى أحد الدعاة بعضا من الشباب مجتمعين على الأرصفة يتهارجون كالحمر ويتضاحكون كغنج النساء بلا رادع من حياء ولا وازع من دين، حركات ساقطة وكلمات بذيئة وملبوسات سيئة، فمضى إليهم لينثر درر كلامه عليهم، فسحر ألبابهم وأيقظهم من سباتهم وأنذرهم مغبة غفلتهم، فأيقظ جدوة الإيمان في قلوبهم وفجر لواعج الاستقامة في صدورهم، ثم رحل. ومضت الأيام وتعاقبت السنين، وبينما هو يدخل مكتبة عامة إذ بشاب كث اللحية مشرق الهيئة باسم المحيا مسفر الوجه يقبل عليه فيقبله ويلتزمه ويهش في وجهه ويبش، فقال الداعية وقد تملكته الحيرة وأربكته الدهشة: لعلك أخي قد شبهت علي، فلست أعرفك ولا أدري من أنت. فقال له ذلك الشاب: لكنني أعرفك، ووالذي نفسي بيده لو كتب الله علي أن أنسى الناس كل الناس لما نسيتك، لقد أنقذني الله بك من الضلالة إلى الهدى وأخرجني بنصحك من الظلمات إلى النور، أو تذكر يوم كذا في موضع كذا؟ لقد أحييت قلوبنا إذ كانت قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، ونصحت أكمل النصح وأوضح البيان، وإني لأدعو لك في سجودي وليلي ونهاري، وكلما وفقني الله لطاعة ذكرتك فيها فدعوت لك فأنت السبب فيها، وإني لأرجو أن تأتي بي وبأعمالي ودعوتي في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الرجل المئة يحب القرآن وأهل القرآن ويكرم أهله، فهو يقدمهم على غيرهم ويفضلهم على من سواهم، فيكرم طلاب التحافظ في المساجد ويتعاهدهم بتربيته ويحوطهم بعنايته ويكتنفهم برعايته ويضحي من أجلهم بماله ووقته وجهده وفكره، ويعطيهم من الجوائز والحوافز ما يرغبهم في المضي في هذا الطريق ويحثهم قدما على هذا الميدان. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. الرجل المئة يحس بما ألم بالناس من ألم الخصومات، وما حدث بينهم من فرقة وشتات، وما وقع منهم من تهاجر وتدابر وتنافر، فخاف منهم على أنفسهم، وأشفق عليهم من أحقادهم على بعضهم، ورحمهم مما يعانون منه من اختلاف وعدم ائتلاف، فأبصر فإذا بالأخ لا يحتمل أخاه، وإذا بالابن يهجر ويجفو أباه، وإذا بالزوجة تتمرد على زوجها، وإذا بالقرابة متباعدون وذوي الأرحام متقاطعون، بينهم من العداوات والأحقاد ما ليس بين أهل ملتين من المسلمين والكافرين، فهم يتصارعون على الجيف ويتعادون على الحطام الفاني، فوقعوا في الذنب الكبير لشيء دون هين حقير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فغدا الرجل المئة يجبر من كسر، ويرقع من فتق، ويردم من ثلم، ويبني من هدم، ويبني من هدم، فأصلح بينهم وجمع فرقتهم ووحد صفهم وربط شملهم، فعادت العداوة محبة، والخصومة ألفة، والفرقة لقاء، والتكدير صفاء، والتحريش إخاء، وسرت مياه الوصل الرقراقة لتروي الأكباد العطشة لأعذب لقاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. فتبارك الله، ما أحسن القول وأجمل العمل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الرجل المئة وقته وماله وجهده وقف لله تعالى، فحالما تلم بالناس ملمة، أو تفجأهم فاجعة، أو يدهمهم خطب عظيم كالزلازل عياذا بالله، أو حوادث الطرق والفيضانات والسيول الجارفة المدمرة، أو الحرائق المهلكة، أو الأمراض الوبائية المنتشرة، أو يحدث لهم ما يفزعهم ويقض مضاجعهم ويقذف بالروع في نفوسهم، قام كالضرغام ينقذ الحرقى وينتشل الغرقى، ويسعف المجروح ويداوي المكلوم، ويؤمن الخائف وينجد الملهوف، ويغيث المكروب ويعين المنكوب ولو أصابه في ذلك ما أصابه. فإذا ما حزب الناس أمر تدافعوا نحوه وادرعوا به واحتموا خلف ظهره، فكان صدره دون صدورهم ونحره دون نحورهم. يقضي الكريم مدافع عن عرضه، ويموت عن أشباله الضرغام، يغلو الحمى بأشاوس من أهله، وتعز في أسادها الأكام. أفلا يجلونه ويحبونه ويسلمون له قلوبهم في رضا وتسليم، ليبذر فيها بذر الإيمان ويسقي شجرة الأعمال الصالحة التي ربما ذبلت في القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ لهم الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا لم تراعوا آثاره تنبيك عن أخباره، حتى كأنك بالعيان تراه
تالله لا يأتي الزمان بمثله أبداً ولا يحمي الثغور سواه. الرجل المئة وقضاء الحوائج، الرجل المئة له مع البطون الجائعة والأحشاء الخاوية والأجساد العارية والأبدان السقيمة صولات وجولات وهبات وأعطيات، فشغله الشاغل وعمله المتواصل تفقد أحوال الناس وتلمس حاجاتهم والبحث عن أهل الفاقة والخصاصة وذوي المسغبة منهم ليعطيهم من ماله ما يطيق ومما جمع لهم من أموال أهل الخير والبذل والإنفاق، فهو يتحنن على الضعفة والمساكين وهو لهم نصير ومعين، يتلمس عثراتهم فيصلحها وخلاتهم فيسدها وحاجاتهم فيقضيها ومشاكلهم فينهيها. سمعت عن رجل مات وفارق الحياة فإذا بأسر فقيرة وعوائل كثيرة تطرق باب ورثته لتخبرهم أنه رحمه الله كان يعولهم بماله ويرعاهم بنواله حال حياته، ففقدوا عطياتهم وحرموا هباتهم فتلمسوا العلة، فإذا بعلة الموت كانت أسبق منهم إليه، فقد كان يرضخ لكل أسرة منهم من ماله مبلغاً يصلهم مع هلال كل شهر جديد، ولم يكن يعلم به أهله ولا زوجته ولا ذريته إلا بعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فتعسًا لعقول تحملها الأعناق لا تهتدي لهذا المسلك الرابح، وتبًا لقلوب تحتويها الجوارح لا تملك هذا العزم القادح. وكم من أيتام يأتيهم من الأغذية والأكسية ومقومات الدراسة ما يقوم به أودهم وتستقيم به حياتهم، ولا يدرون من أين يؤتون هذا العطاء. قال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة. وكم من أسرة معدومة كانت تسكن في شقة مؤجرة محترمة يدفع قيمتها ذلك الرجل المئة الذي حماهم من التشرد في الطرقات ووقاهم من شر وتسلط وتجبر أصحاب بعض أصحاب العقارات الذين ينادونهم في عتو واستكبار، إما أن تدفعوا القيمة وإما أن تخرجوا إلى غير رجعة من الدار. وكم من أرملة بائسة يأتيها رزقها رغداً مع هلال كل شهر من يد ذلك الشاب المبارك الذي كان يحتز من مكافأته مبلغاً يسيراً ليطعمها به، فتشنف أذنه بسماع ذلك الدعاء الطيب الذي يخرج من صميم القلب ومن حبة الكبد. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الرجل المئة يعيش هم الأمة وما أصابها من غمة وأمور مدلهمة، فيرى بعين الحسرة ما وقع بها من تخاذل وانحدار وذلة وانكسار واستكانة وصغار، حتى أصبحت ويالي الأسف في ذيل القافلة يتنافس عليها أعداؤها كما تكالب الأكلة على قصعتها، وغدت حمًا مستباح ودمًا رخيصًا وكرامةً مهدرة، فما يكاد يبرأ لها جرح حتى ينكأ لها جرحًا آخر. أن اتجهت إلى الإسلام في بلدٍ تجده كالطير مقصوصًا جناحاه وانبرى ينادي لا عزة إلا بالجهاد، فحدث نفسه بالغزو وأعدها له وعاش الجهاد بعواطفه ومشاعره ودعوته ودعائه وماله ونفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الرجل المئة والمال، الرجل المئة يكسب المعدوم ويمنح المحروم ويعين على نوائب الدهر، فيده بالخير ممتدة ونفسه بالعطاء جد معتدة، فكفه لا تعرف الكف عن الجود بما تجد في الرخاء والشدة، يمنح دون أن يجرح ويعطي دون أن يخطي ويبذل دون أن يذل، فماله ليس له وإن كان القلب ميال إلى المال، وممتلكاته
أقرب ما تكون لغيره بالرغم من تعلق النفس بما هو نفيس وغالي، فهو يقرض من يطلبه ويداين من يسأله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. الرجل المئة يصل ذوي رحمه وإن قطعوه، يعطيهم وإن منعوه، يرحمهم وإن جفوه، يتحنن عليهم وإن آذوه، يحلم عليهم وإن سفهوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. استمع لشكواه وهو يشكو إلى خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على حالك ذلك. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الخلق الجم، فقلبه لا يحتمل أن يحمل بغضا للقرابة الأدنين، فقد استنفذ كرهه لأعداء الملة والدين ولمن يبغضه رب العالمين. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هموا هووا غيي هويت لهم رشدا. لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرجل المئة يدحض بعلمه شبهات المارقين وأراجيف المبطلين، ويعيد الناكصين عن الحق إلى الجادة، ويأخذ بحجز الناس حتى لا يقعون كالفراش في أتون الفتن ومزالق الانحراف، ويقف كالجبل الشامخ والسد الراسخ في وجه تيارات التغريب والتخريب. ألا ما أحوجنا اليوم لذلك الرجل المئة ليجادل أهل الشبهات والشهوات الذين يلقون بأراجيفهم في قلوب المؤمنين فيما يقرؤون ويسمعون ويشاهدون، ليصدوهم عن التمسك بالدين. فوا شوقا لدرة عمر، ووا شوقا لحجة ابن عباس. الرجل المئة رجل موقف ومبدأ ومنهج ورسالة، فلا يتذبذب مع طول الطريق وقلة السالكين، ولا يتذبذب ولا يتضعضع في موقفه مع كثرة المخالفين، ولا يتراجع عن مبدئه الحق، ولا يغتر بكثرة الهالكين. فهو يصبر ولو طال البلاء، ويصبر ولو زاد الأذى، ويصبر ولو جار العدا، ويصبر ولو كثر العنا، ويصبر ولو تخطفته الطير ومزق كل ممزق، ويصبر ولو حتى يكتبه الله عنده من الصابرين المحتسبين، ويتخذه من الأئمة المهديين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتأمل إن شئت موقف الصديق أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة بعد وفاة رسول الهدى، فداه أبي وأمي وكل غال ومحترم وصلى الله عليه وسلم. وحقا إن للعظمة رجالها، وليس كل واحد لها. قبائل ترتد وعشائر تكفر، وأناس تنكص على أعقابها، وخلق تدبر عن هذا الدين وتعطيه ظهورها، ويرى منهم ما كان قد توارى عن الأنظار واحتجب عن الأبصار. ردة وليس لها
إلا أبو بكر، فمن يرد الشاردين عن الدين إلا من كان ثاني اثنين إذ هما بالغار. استمع إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك وحسك يوم يصرخ في مسمع الدنيا لتنفذ صرخته فوق البر، ولتحملها نسمات الرياح على ضفاف البحر، ولتتناقلها الركبان إلى أقاصي البلدان، لتصل كالسهم النافذ إلى قلب كل مدبر لا يؤمن بيوم الحساب. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم على منعه. وعادت الخلائق، عادت الخلائق بالموقف الحازم والسيف الصارم إلى عبادة الرب الخالق، فعاد المعاتب داعيا واللائم شاكرا، وعرف لأهل الفضل فضلهم، وهل خلقت المكارم إلا لهم. قال عمر رضي الله عنه: لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر. ثم انظر، لا أراك الله إلا خيرا، انظر إلى إمام أهل السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل. خوفوه العيون والسجون فملان، أرهبوه بالأنكال والأغلال فما استكان، هددوه بالتضييق في الأرزاق وبتشويه السمعة والأخلاق فما خضع، رغبوه بالدنيا توضع بين يديه وتمد بوصلها إليه فما طمع. فلله درك يا أحمد يوم عشت للدين القويم ونسيت نفسك. قال المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله وهو يفتن في فتنة خلق القرآن: إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال الإمام أحمد: يا مروذي أخرج وانظر. فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقاً لا يحصيهم إلا الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فدخل المروذي إلى أحمد فأخبره، فقال الإمام أحمد: يا مروذي أضل هؤلاء كلهم؟ لا يا أحمد، لا تجبهم ولا تركن إليهم، أنت لست كغيرك، أنت في الناس راس، وفي الأمة إمام، وفي القالب قلب، فاثبت أثبت ولينصرك الرب. تصبر ففي اللأواء قد يحمد الصبر، ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر. قال أبو جعفر الأنباري: لما حُمل أحمد رحمه الله إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر تعنيت، أي أتعبت نفسك؟ فقلت: يا هذا، أنت في الناس رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل، أي المأمون، إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد بن حنبل يستمع إلى هذا الكلام الطيب المبارك ويبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. أركبوه على البغال، قيدوه بالأغلال، طافوا به في الأسواق، عزروه وأهانوه، حبسوه وجلدوه، ضربوه وأدموه، بل وداسوا عليه بالنعال. فحسبك الله فيمن تعدى عليك وظلمك، ولكن أوليس الله هو المرتجى وإليه الملتجى؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وبقي موقف أحمد وثبات أحمد، وذهب أهل البدعة والخرافة إلى حيث ألقت بهم أم قشعمي، وسجل التاريخ ثبات أحمد بن حنبل بمداد من نور في كتاب الأمجاد،
وألقى بأهل الزيغ والفساد في مزبلة التاريخ، ملطخين بثوب الذلة والصغار إلى يوم يبعثون. أضحى ابن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وفي ذلك عزاء لمن على شاكلته، ومن يحمل همًا كهمه وقضيةً كقضيته. فالمؤمن كالنخلة، كلما قُطِّعت أطرافها صعدت إلى فوق، فجذرها في الثرى وهمتها في الثريا. الرجل المئة جيرانه منه في راحةٍ وسعادة، وأنسٍ ومسرة وأمنٍ وأمان، فهو يحنو عليهم ويمدُّ بوصله إليهم، ويخلُفهم في أهلهم بخيرٍ إذا غابوا، ويعينهم على نوائب دهرهم إذا دهتهم بلية أو أصابتهم قضية. لتعن بالجار قبل الدار تسكنها، لا خير في الدار ما لم يحمد الجار. الجار إن غبت عن أهل وعن وطن نعم الخليفة، هم أهل وأنصار. فهو يشاركهم في طعامه وشرابه، ويجمع كلمتهم، ويؤنسهم بلذيذ كلامه وجميل خطابه، ويجمعهم ليؤلف بينهم، ويوحد صفهم، ويلم شتاتهم، وبه تغلو الديار وتكرم. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. كان للإمام أبي حنيفة جار خراز، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحماً فطبخه، أو سمكةً فشواها، ثم لا يزال يشرب الخمر عياذاً بالله، حتى إذا دب الشراب فيه رفع صوته وهو يقول: أضاعوني وأي فتىً أضاعوا ليوم كريهةٍ وسداد ثغري. فلا يزال يشرب من هذا الشراب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم فينام. وأبو حنيفة رحمه الله يسمع جلبته وهو قائم يصلي، يتجافى جنبه عن مضجعه، ففقد صوته يوما او اياما، فسأل عنه فقالوا: لقد سجنه الامير. فسار اليه ابو حنيفه وشفع له عند الوالي، فاطلقه الوالي وفرج عنه. فقال ابو حنيفه للرجل: يا فتى اضعناك؟ فقال له: بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرًا عني وعن حرمة الجار. ثم تاب الرجل وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. أعرف رجلًا سكن بحيٍّ من الأحياء، أهله متفرِّقون لا يجتمعون، فأهل الصلاة فيهم وهم صفوتهم لا يتعارفون ولا يلتقون. فاتخذ من المسجد منطلق دعوته، فدعاهم إليه ورغَّبهم في الاجتماع فيه، فأجابوا النداء وحضروا اللقاء، فالتقت قلوبهم وامتزجت نفوسهم وتعانقت أرواحهم واتحدت في الخير وجهتهم. قال الله وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فغدوا يلتقون كل شهر، بل كل أسبوع، على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومدرسته، وعلى تعلم العلم الطيب ومدارسة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا أشهر معدودة حتى عاد الحي كأنما هو خلية نحل. ترابط وتعارف، تعاون وتآلف، مشاركة وتكاتف، محبة وودة، وكذلك يفعل الرجل المبارك. قال ابن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وأخيرا فهيا أخيا، شمر عن ساعد الجد، واكشف عن قدم العزم، وامض راشدا في مجالات الخير، فالمؤمل فيك أكبر، والمرجو منك أكثر. وليس والله الأمر بالعسير ولا الجد الخطير، إنما يحتاج إلى عزيمةٍ ماضية، وهمةٌ عالية، ومبادرةٌ دون تردُّد، ومثابرةٌ دون تقهقر،
ومبادأة دون تأخر، يتطلب إخلاص لله تبارك وتعالى، فلا خلاص دون إخلاص، ومتابعة للأثر المروي عن خير نبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد سبحانه إلا بما أمر وشرع، فلا محدثات ولا بدع، وإنما انقياد واستسلام حتى يدخل العبد بفضل ربه إلى دار السلام، فيسمع ويا لطيب ما يسمع من الله الملك السلام، سلام قولا من رب الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يتولانا بفضله وعنايته ولطفه ورعايته. وشكر الله لكم مسعاكم، ورفع في الدارين ذكركم، وتقبل مني على تقصيري، وتقبل منكم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13381.